سيبدا من ابو علي جامعه الغاليه الغربيه ودملي دوار القليب الماء كان عندنا وسميتو كل شيء عندي والروبيني في وسط الدار والماء هذه من 2009 ما شفتو مازال كنسقي اليومين هذا على البهيمه على الحماره. علاش؟ ما كاينش من الماء ما كيوصلنيش. علاش ما كيوصلش؟ ما غير من واحد البير دايرينو يلاه كانت كاينه شي 187 دار النهار اللي دخلنا الماء خلصنا هنا ما عطاوناش الرخص خلصنا 1000 درهم لواحد و 4000 ريال البرونشمون. شكون اللي ما تكشرب صح؟ الرئيس. ملي مشيت لعندو قلت له عطيني الرخصه قال لك ما عندناش حتى يجمعوا لي الناس كلهم وعاد نعطيك الرخصه. وبقينا معاه كل مره كنجي عنده وكان هذا هو كيقول لي ما عنديش. حتى اللي قال لي سير مشي في حالتك علاش هاد الناس اللي مدخلين اللي ما عندهم شي حاجه. قلت له هاد الماء حنا كيتسمى مشفرينو سارقينه ماشي مخلصينو. اه في التالي وليت سمحت انا طلع لي الدم وليت سمحت مشيت في حالتك. هادشي اللي كاين.